السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم تفرجوا الفيديو تاع اليوم، ونقول لكم رمضان كريم ويدخل عليكم بالصحه والهنا يا ربي. الوصفه كما راكم تشوفوا هي عن قلب اللوز الجزائري، لكن اليوم الوصفه التقليديه القديمه تاع زمان تيماتنا، وهذه ان شاء الله يعني راح تنجح معكم من اول تجربه، خصوصا اللي ما عندهاش مع قلب اللوز نقولها جربي هذه الوصفه، لانه راح نعطيها لكم بمقادير مضبوطه. وهذه كذلك البنات ما تريحش، يعني تخدميها تمتم مباشره، راكي خدمتيها من تاكليها من وصفه ناجحه، يعني ماشي كما تاع زمان اللي ماتنا بكري كانوا يبيتوها، لكن هذه بلا ما تبيتيها، يعني تخدميها وتدخليها مباشره للفرن. ان شاء الله راح نحاول نتقاسم معكم كما قلت بمقادير مضبوطه باش هكذا تنجح معكم. وكل عاده اذا راكم حابين الوصفه وتشوفوا الشكل ديالها النهائي والقوام ديالها النهائي، اكيد تفرجوا الفيديو من الاول الى الاخر. اول حاجه نبداو بها وهي الشاربات، ومن الاحسن البنات انكم تخدموها ليله من قبل. راني عامله هنايا 700 ملم تاع الماء، يعني ما يعادل 3 كيسان هكذا، هذا الحجم 3 كيسان تاع الماء. وزدت لها 250 غرام تاع السكر، ما يعادل كاس ونصف تاع، دائما بداك الكاس لان نعبر به الماء ديالي والوصفه كامل. هنا واش نزيد العود تاع قرفه صغيور، هذا اختياري، لكن هذا باش يعطينا نكهه وفي نفس الوقت اللون تاع الشربات ديالنا ولا القطر. ونزيد هكذا مغصو صغير تاع القارص، يعني الليمون، نخليه مي بدا يغلي نقص عليه ونزيد له 5 دقائق، يعني ماكسيموم تكون واحد 15 دقيقه، عاد في الاخير باش نضيفوا له ماء زهر، يعني القطر اللي راكم تعرفوا التحضير ديالو كامل. المهم نخلي القطر ديالي يوجد ونمشيو نحضروا قلب اللوز ديالنا. هنا خلاص من بعد ما غلات نطفي عليها ونضيف لها ربع كاس ماء الزهر. واش نحتاجو في قلب اللوز ديالنا؟ نحتاجو الى السميد من النوعيه المليحه ويكون خشين، مستعمله الخشين، هذه هي. راني عامله هنا 500 غرام 500 غرام، ما يعادل 3 كيسان من هذا الحجم، 3 كيسان من هذا الحجم. والسكر راني عامله 250 غرام تاع السكر، ما يعادل كاس ونصف من هذا العبر، يعني تعبروا بالكاس ولا تعبروا بالميزان. نخلط هادو مع بعضياتهم البعض، لازم نمزجوهم غاية مع بعضياتهم البعض. من بعد نزيد هكذا شويه ملح، قرصه تاع الملح، عطر اللوز، ليكستري تاع اللوز، نزيد 50 غرام تاع الزبده بدرجه حراره الغرفه كما راكم تشوفوا فيها، ونحاول نشرب السميد ديالي كامل بهذه الزبده. بدي الطريقه البنات ما تعجنوش بركم الطعام هكذا، المهم نواصل حتى نتاكد باللي كامل شربت لي بالزبده ولا تشربت بالزبده. هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما السميد ديالي تشرب كامل هذيك الزبده خلاص، عاد هنا نبدا نضيف الماء مع الماء الزهر، يعني نصف كاس تاع الماء مع نصف كاس تاع، يعني كاس فيه نصف تاع الماء ونصف ماء الزهر، ما يعادل 200 مليلتر تاع الماء مع ماء الزهر. ونبدا ممكن البنات تطيح لي اقل، المهم لازم العجين السميد ديالي يتقال. المهم راح نوري لكم طريقه كيفاش، يعني نفس كما نكونوا نخدموا في الطعام نحاول نشربو غاية الغاية ونخلط برك. هنا راح نتوقف البنات لانه خلاص كما راكم تشوفوا ما يبدا يتشكل لكم هكذا، صافي دي خلاص راه متشرب، يعني استعملت فقط 150 مليلتر تاع الماء مع ماء الزهر كما راكم تشوفوا هنا، فوالا يعني بقات لي 50 مليلتر، يعني الكاس قل ربع هكذا، كاس قل ربع
من الماء مع ماء الزهر. هذه ان شاء الله الصوره تكون واضحه. يعني 150 مللتر كفاتني، لان كل سميد والنوعيه ديالو، كاين السميد اللي يتشرب وكاين اللي ما يتشربش. انا هنا اخلاص نكتفي. نمشيو للحشوه ديالنا. هنا راه عندي اللوز من بعد ما سلقته فسخت القشور ديالو وحمصته وطحنته كما راكم تشوفوا. هنا ناخذ شويه كميه، عندي هنا واحد 150 غرام. نزيد لها شويه قرفه، انا نحب القرفه. تقدروا كذلك تزيدوا لها غبره الشوكولا. هذه البنات باش تعطيكم هذاك اللون الغامق، يعني القرفه تعطينا هذاك اللون، لكن هذه تعطينا ثاني لون ونكهه. خلاص الحشوه جاهزه معانا. نجيب البلا ديالي من بعد ما دهنته بالزيت، فقط بالزيت. نحط النصف تاع الكميه هي الاولى. من بعد الحشو نوزعه برك هكذا. ونزيد النصف الثاني. بالنسبه للسمك البنات، اذا حبيتوها تجيكم غليظه صغروا المول، انا نحبها رقيقه صراحه. يعني كل واحد كيفاش يحب القلب اللوز، اللي يحبو رقيق واللي يحبو غليظ. المهم خلاص حاولت نعطي هذاك الوجه المسطح بالملعقه فقط. وندخلها الفرن على درجه 180. انا نديرها 160 مش 180، يعني نقص الفرن باش تطيب على خاطر على خاطرها وما تبقاليش خضره من الداخل. ولازم البنات حمار تحمر، يعني انا نطيبها من التحت من نشوف الجنب ديالها كامل طابو ودخلت لها الحموريه هنا في الفوق، عاده باش نشعل شويه من الفوق وتكون جاهزه معنا. المهم ندخلها للفرن ورانا نطلعوا من بعد ان شاء الله. قلب اللوز خلاص البنات كما راكم تشوفوا راه طاب، يعني انا نطيبوه من التحت نخلي حتى يحمر من الجناب ديالو، يعني كما راكم تشوفوا يحمر وغايه، ومام هنا يحمر البنات، يعني من الفوق نشعل غير باش نزيد له شويه اللون في الوجه ديالو هذا مكان، لكن 99% نطيبوه من التحت فقط باش نتاكد باللي راه عندي طايب من الداخل. درك نبدا نشربو بالشابات. بسم الله. وحاجه نسيت باش نقولها لكم، باش تعرفوا باللي قلب اللوز نجح معاكم خصكم تحطوا يدكم، شوفوا البنات يعني يطلع ويهبط راه طري صافي هنا، غير يعني كملي الوصفه ديالك، لكن اذا جبرتيه قاصح قاصح هنا يكون مشكوك فيه. هذه هي بسم الله. هنا تشرب، نزيد له المره الثانيه. نعاود في الاخير هكذا نضيف له العسل من الفوق. نسيت ملاحظه وهي بالنسبه للشربات، يعني بعض الاحيان كما قلت لكم حسب النوعيه تاع السميد كاين اللي تشرب لكم كامل هذيك الشربات، يعني ما يبقى لكم منها والو، لكن انا كما اليوم بقالي منها واحد ربع كاس ولا نصف كاس، بقالي واحد نصف كاس تاع الشربات، يعني سقيتها ثلاث مرات. هذه هي سقيتها ثلاث مرات، ومن حط يدي يعني نحسها باللي راها شاربه، يعني نتوما تعرفوا عينيكم وميزانكم تحسوها باللي خلاص ما كان له تزيدوا تكثروا لها الشربات، والا راح تتفتت لكم من بعد، لانه في مثل يقول لك اذا زاد الشيء عن حده انقلب الى ضده. هذه هي هذه كتوضيح فقط.
هنا راح نغطي على قلب اللوز ديالي ونخليه يبرد شويه، ومن بعد ندخله للثلاجه ونخليه يرتاح على الاقل 6 ساعات، لان قلب اللوز شحال ما يرتاح يعطينا نتيجه احسن. واذا كان عندكم الوقت خلوه ليله كامله يكون خير. هذه هي المهم، رانا نطلعوا ان شاء الله في اخر الفيديو ونشوفه في صحن التقديم. فوالا البنات، ها هو ده الشكل النهائي تاع قلب اللوز ديالنا من بعد ما خليته برد. يعني راه ال11 راه 10 نص تاع الليل، يعني خليته واحد اكثر من 6 ساعات ولا 8 ساعات حتى برد ورياح وتشرب غايه الغايه كما راكم تشوفوا. فوالا تشرب كامل، يعني رياح غايه الغايه. ودرك ان شاء الله ناكل معكم، تشوفوا القوام ديالو. شوفوا البنات، هشيش هشيش هشيش. فوالا ان شاء الله الصوره تكون واضحه. بسم الله. فوالا قلب اللوز وعليه الكلام. نتمنى ان شاء الله البنات انكم حتى نتوما تجربوه وتنجحوا فيه. برك حاولوا تستعملوا السميد من النوعيه المليحه هذا مكان، وتبعوا كامل الخطوات وان شاء الله راح يجيكم خملين بعد في السوق. هذه هي المهم البنات، هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، واذا عجبتكم كالعاده ما تنساوش تبارطاجوها مع احباباتكم والصديقات ديالكم، ودعمونا باللايكات ديالكم وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونقول لكم تبقوا على خير ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.